السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولاد؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد يا ولاد درس قراءة اسمه من التراث المصري. يلا بينا نشوف الدرس ده فيه ايه، نقرأه مع بعض ونشرحه ونعرف معانيه. من التراث المصري، معنى كلمة التراث يا ولاد هي علوم وغيرها، ما ينتقل من علوم وغيرها من جيل إلى جيل. درسنا النهاردة يا ولاد يتضمن ثلاث شخصيات مصرية، هما نجيب محفوظ، محمود مختار، أم كلثوم. أول شخصية يا ولاد نجيب محفوظ. نجيب محفوظ هو روائي مصري، روائي يعني كاتب قصص طويلة، روائي يا ولاد يعني كاتب قصص طويلة، مصري حائز على جائزة نوبل، حائز حاصل على جائزة نوبل. جائزة نوبل دي يا ولاد جائزة بياخدها أبرع عالم في مجاله، يعني أمهر شخص في مجاله بيحصل على جائزة نوبل دي، وجائزة نوبل دي يا ولاد جائزة عالمية. نجيب محفوظ حصل على الجائزة دي يا ولاد في الأدب، ومن أشهر أعماله الثلاثية. من أشهر أعمال نجيب محفوظ الثلاثية، وهي من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث، من أفضل. أفضل يا أولاد معنى أفضل أحسن. طيب مضاد أفضل، وأن المضاد يعني العكس، مضادها أسوأ. الروايات دي كلمة جمع يا أولاد، مفردها الرواية. الحديث مضادها إيه يا أولاد؟ مضاد الحديث القديم. الشخصية الثانية معانا محمود مختار. مين هو محمود مختار يا أولاد؟ يلا نعرف مع بعض مين هو محمود مختار. فنان بارع في النحت، فنان بارع في النحت. بارع يا أولاد يعني معناها ماهر. كان بينحت من الأحجار أشكال، النحت يعني دي مهنة يا أولاد زي الرسم، بينحت من الأحجار أشكال تماثيل، شخصيات مصرية، أي رمز ممكن يعمله من الأحجار، اسمه النحت، اسمه فن النحت. وصاحب تمثال نهضة مصر، يبقى هو صاحب تمثال، هو اللي نحت تمثال نهضة مصر. صنع هذا التمثال من الجرانيت. الجرانيت يا ولاد دي مادة صلبة، الجرانيت نوع من الصخور الصلبة، ويعد رمزا معناها إشارة أو علامة لمصر الحديثة. الشخصية الثانية معانا محمود مختار، هو فنان بارع في النحت وصاحب تمثال نهضة مصر، صنع هذا التمثال من الجرانيت ويعد رمزا لمصر الحديثة. الشخصية الثالثة معانا النهاردة يا أولاد أم كلثوم. أم كلثوم دي هي أفضل مغنية، قلنا أفضل معناها أحسن، أفضل مغنية في العصر الحديث، ولقبها يا أولاد لقب معناها اسم مميز، لقب اسم مميز، لقبها كوكب الشرق. لقبها الشعب يا ولاد والعالم بكوكب الشرق من جمال أغانيها وصوتها الجميل. غنت أناشيد وطنية كثيرة، ومن أغانيها مصر تتحدث عن نفسها. أشهر أغنية لأم كلثوم هي مصر تتحدث عن نفسها، وغنت أغاني كثيرة خالص لمصر، كانت معظم أغانيها وطنية. تعالوا يا أولاد بقى نشوف معاني الكلمات اللي معانا في درسنا النهاردة، والمفردات والمفرد والجمع. معنى المفردات، معاني المفردات. أول كلمة يا أولاد معانا التراث، قلنا هو إيه؟ ما ينتقل من علوم وغيرها من جيل إلى جيل. اتنين الروايات، الروايات قلنا معناها القصص الطويلة. لقب اسم مميز. الجرانيت معناه نوع من الصخور الصلبة، الجرانيت نوع من الصخور الصلبة. روائي كاتب قصص طويلة. حائز معناها حاصل. بارع معناها ماهر. أفضل أحسن. تتحدث تتكلم. رمزا علامة أو إشارة. المفرد والجمع،
معانا في الدرس النهاردة يا ولاد كلمات مفرد وكلمات جمع، احنا هنعرف المفرد وجمعها ايه. روائي جمعها روائيون، وقلنا يا ولاد في الجمع اكثر من شيئين، اكثر من حاجتين، يعني الجمع ده اكثر من اتنين. روائي معناه جمعها روائيون، فنان جمعها فنانون، العصر جمعها العصور، رمز جمعها رموز، لقب جمعها ألقاب، أغنية جمعها أغاني، الرواية جمعها الروايات، مغنية جمعها مغنيات، كوكب جمعها كواكب. الكلمة ومضادها، أفضل قلنا مضادها، وقلنا المضاد يعني العكس، أفضل مضادها أسوأ. نهضة تأخر، مضاد نهضة تأخر. كثيرة قليلة، مضاد كثيرة قليلة. العربي مضادها الأجنبي أو الغربي، العربي مضادها الأجنبي أو الغربي. تتحدث مضادها تصمت. الحديث مضادها القديم، الحديث مضادها القديم. الشرق مضادها الغرب. نفسها مضادها غيرها، نفسها مضادها غيرها، يعني مصر تتحدث عن نفسها يبقى مصر تتحدث عن غيرها، يبقى ايه؟ مضاد نفسها غيرها. تعالوا يا أولاد نشوف تدريباتنا النهاردة على الدرس ده، سؤال وجواب. سين، ماذا تعرف عن نجيب محفوظ؟ ايه اللي هتتعرفوا عن نجيب محفوظ من خلال قراءتنا وشرحنا لدرسنا النهاردة؟ ممتازين، هو روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب. سين، ما أشهر أعمال نجيب محفوظ؟ كانت إيه أشهر أعماله اللي قرأناها مع بعض؟ أحسنتم، ممتازين، برافو يا ولاد. الثلاثية، وهي من أفضل الروايات في العصر الحديث. سين، من نحت تمثال نهضة مصر؟ من نحت تمثال نهضة مصر يا ولاد؟ نجيب محفوظ ولا محمود مختار ولا أم كلثوم؟ ممتازين، محمود مختار. سين، من أي مادة صنع تمثال نهضة مصر وإلى ما يرمز؟ تمثال نهضة مصر ده يا ولاد محمود مختار صنعه من إيه وبيرمز لإيه؟ ممتازين، صنع من الجرانيت ويرمز لمصر الحديثة. سين، من أفضل مغنية في العصر الحديث؟ قلنا مين هي أفضل مغنية في العصر الحديث؟ أم كلثوم. سين، بما لقبت أم كلثوم؟ قلنا الشعب لقب أم كلثوم والعالم لقبها بلقب إيه؟ ممتازين، لقبت بكوكب الشرق. سين، أذكر أسماء بعض الشخصيات من التراث. إحنا أخذنا النهاردة يا ولاد ثلاث شخصيات هما اللي هنكتب أساميهم، يلا نفتكر مع بعض هما مين. ممتازين، ممتازين يا ولاد، نجيب محفوظ، محمود مختار، أم كلثوم. وبكده يكون خلصنا درسنا النهاردة يا ولاد، أتمنى أن تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.